يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم للرجل الذي أدمن حب النظر إلى الصور المحرمة؟ يتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله ويخاف من الله، ويا الله يتوب على من تاب، تذكر العقوبة وتذكر أضرار النظر المحرم ويتوب إلى الله عز وجل، ما يستمر في هذا ويقول أنا مبتلى أو أنا، ما يجوز هذا. نعم.